عرس مين بهالديرة؟ عرس صفوت بيك. عرس صفوت بيك؟ ايه صفوت بيك. شو انت مو من هالديرة؟ بلا من هون. بس امتى العرس؟ بهاليومين. ومين هي ساعة الحظ؟ يعني مين العروس؟ بيقولوا فلاحة اسمها نوال والحب أعمى، مو هيك بيقولوا؟ بتاخدوني معكم؟ ايه تفضل. زيحوا له هيك، زيحوا. طلع امشي امشي لشوف بسرعة. نزلني هون امشي يا رجال، كلك لقمة شفت لحمة صحتين. وانا تهنوا بين النعمة. يا شاكر، شوفي يا شاكر، الكحلة يا بيك انسرقك. وطي صوتك، نبي على رجالك ما يجيبوا سيرة بنوم. ما بدي نوال تعرف اللي صار. حاضر يا بيك. شو في صفوات؟ مفشي، لا تخاف، يمكن قوصوا على ديب أو وحش من وحوش البراري. روحوا نام، روحوا. ما رح اقدر نام، انا خايفه كثير. بنام عندك يا ستي؟ يا ريت. شو بدك؟ زال شوف. نعمان؟ ايه نعمان يا بيك. ولا ما كنت حاسب انك تشوفني مرة تانية؟ انت اخذت حقك وعبنا تفرقنا وما تورجينا وشك مرة تانية. شو بدي اسوي يا بيك؟ اشتقت لكم. شو صفت بيك؟ امتى العرس؟ شوف نعمان، يا بدمي يا بدمك اذا بتاتي باي حركة. وانت اسمعني منيح، اذا بدك العرس يمشي بسلام ولا لغص عيشتك. ايه يعني انت كريم ونحن مستاهل. وقديش بدك؟ 100 عصمليت ذهب. ولك انت عقلك براسك؟ لا، بس انت عقلك براسك وبتعرف خلاصك. ماشي، نروح اجيب لك ياهم. وقف عندك. شلون بدي امن لك وصدق كلامك يا بيك؟ كمان مو معقول اكون شايلهم جيبتي. اجوا فلاحينك يا بيك، انا هلا رح اروح، بس بوعدك اني ارجع مره ثانيه، وال100 عصمليه بدهم يكونوا جاهزين. عم تفهم ولا لا؟
بيك. العافية بيك. ما في شيء، بس الحرس واجب. بترول عند مهران بيك بتقول له يجي لعندي، عاوزه ضروري. حاضر يا بيك. في شيء؟ ما في شيء، فوتي لجوا. يلا يا شاكر بسرعه. حاضر يا شاكر. شو بده هذا العقير؟ بده 100 اصمنيه ذهب، والفرس الكحله سرقها امبارح. شو ناوي تسوي؟ لو كنت بعرف ما كنت بعدت عليك. بده ينغص علي حياتي من جديد بعد ما وصلت اللقمه للتم. شو العمل يا مهران؟ اول شيء لازم نحميك انت يا صفوت بيك. رح ابعث لك كم واحد مسلحين لهون على مصر. ليش ما نحل القصه وبلا ما يوتر الجو؟ كيف؟ يعني نسايره شوي ونبعت شاكر يدور عليه. شاكر شو بده يعمل؟ وبعدين؟ يعطيه 100 عصمليه ويا دار ما دخلك شر. لا يا صفوت بيك، هيك بنكون وانا بالغلط. ما بيتطمع ولا بينعطى وش. طالما رجع وطلب مصاري رح يرجع يطلب مرة تانية وتالتة، خاصة إذا أعطيته هلأ. أنا مستعد أعطيه كل شيء، بس ما ينغص علي هاللحظة. لا صفت بيك، لا. هذا لازم نواجهه، لازم نقطع دابل. تعال يا شاكر. مور يا بيك. بتجهز أرجل خيالي عمك وبتسلحهم بالبواريد وبتدوروا على هالنصاب بكل مطرح بيدوسوا بني آدم. تشحطوه شحط، بدي اشوف دمه مطرح ما بيكون مخبى لهون على القصر. بتجيبوه حي ميت مو مشكله. لا دخيلك يا مهران، ما بدي دم. شاكر روح. شو قلت يا بيك؟ روح شاكر. السلام عليكم. شو صار معك يا كامل؟ جهزت رجالك؟ كل واحد معه باروت يا بيك. جبت شيخ المخاضة؟ اجى لحاله يا بيك من حوالي ساعتين. لسه بكير ما هي؟ بده يلحق الغداء والعشاء يا بيك. على كل الخير كتير، لا تقصروا مع حدا بالأكل. حاضر يا بيك. شو صار معكم شاكر؟ ما صار شي يا بيك. ملح وداب، ما لقينا له أي أثر. طيب، وزع رجالك حول القصر. حاضر يا بيك. وينك؟ بدون ما تشلقوا حدا، على هدا. تامر يا بيك. يلا يا رجال. جيب لي حصاني كامل. حاضر يا بيك. ما عم صدق اللي عم يصير. المهم الواحد يضل ورا هدفه يا صفوت بيك، لا يكل ولا يمل ولا يقطع الامل. ما شفت واحد مثلك عزبه قوي. لولاك ما كنت عرفت شو بدي ساوي لحالي. فيك البركه صفوت بيك. رح تكون شاهد على كتابي الليلة. لنا الشرف، وأي شي بتحتاجه أنا رقبتي سدادة. كفو كفو يا مهران، نص رجالك عم يساعدونا. هذا أقل الواجب. يلا بالإذن. بأمان الله، ما تتأخر ليلة إن شاء الله. لا وألف مبروك للعريس. الله يبارك فيك، عقبال عندك. يلا خاطرك صفحت بيك. أمان الله أمان الله. بإيده صفوت بيك بحبك وبيموت فيكي. طبعاً بحبها وبيموت عليها لأنها حلوة مثل القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. أي نعم. تفضل يا شيخ. مين العريس؟ أنا العريس يا شيخ. ومن وكيل العروس؟ والله هي ما فكرنا فيها.
العروس مين وكيلها؟ ولا أقول لك شاكر وكيل العروس. ما بصير يا بيك، لازم اسأل العروس وهي تحدد الوكيلة. طيب روح يا شاكر واسأل العروس مين وكيلها. هي يا بيك ما بصير، لازم نشوفها ونسألها وهي تقول لي هالحكي إيه. طيب روح مع سيدنا الشيخ يا شاكر. تفضل يا شيخ. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نوال خانم. مين؟ فضيلة الشيخ بده يسألك سؤال. تفضل يا شيخي. انت العروس يا بنتي؟ نعم يا شيخي. مين يا بنتي بتحب يكون وكيلك بعقد القران؟ ما فهمت. قصدي مين بدك يكون وكيلك بكتب الكتاب؟ مهران بك. ونعم الاختيار يا بنتي، ونعم الاختيار، توكلنا على الله. شرف يا شيخ. مهران بك، أنت وكيل العروس، تفضل. وعلى نية التوفيق سمعونا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صفوت بيك، حط إيدك بإيد مهران بيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. مبروك صفوت بيك. الله يبارك فيك يا مهران بيك. مبروك يا بيك. الله يبارك فيكم جميعا. شاكر؟ نعم يا بيك. خذ سيدنا الشيخ وكرمه. حاضر يا بيك. اكرمكم الله وادابكم. تفضل يا شيخ. جزاكم. تفضل. يلا صفوت بيك. جاهز حالك؟ ما بعرف شو صار لي يا مهران. حاسس حالي مثل ولد صغير متلبك ومكركب وريقي نشف. شوفي شو جبت لك، هي هدية لأجمل وأحلى عروس بالدنيا كلها، كنوز الأرض كلها ما بتغلى عليك. تفضل. Thank you.
نعمان اللي تركتيه كرمال واحد ختيار مكحك مثل هاد. انا اللي بعتك ولا انت اللي بعتني يا خاين مشان شويه مصاري؟ لا بتجوز علي كمان. العرسان تاخروا، خلي ساجدوا شوي. شيلوا من هون. سلامتك يا غالي. نور أمانك برقبتك يا يا وهنا.
اشتقت لك، اشتقت لك وخفت تموت قبل ما اشوفك. ليش قطعتك للوقت يا مارا؟ ليش؟ قول عندي ام واخت لازم شوفه. انا عم ببني بالضيعه وازرع بالارض، وانت بتعرفي هالشي امي. بعرف يا ماما بعرف، بس انا واختك روحنا احترقت على ما نشوفك. انا كنت دائما اسال عنكم، ابعت لكم كامل كل فتره مشان نشوف اذا كان ناقصكم شيء. هي مشكلتنا معك يا مارا، طول عمرك ما بتحسب حساب للعاطفه حتى لو كانت جاي من ام. أنا ما بدي إياك لتتحنن علي، أنا بدي إياك لشوفك، لأحضنك وحس فيك، لأفرح معك بفرحك وأحزن معك لحزنك. خلاص أمي، أنا هلأ جاي أشوفك وأطمن عليك. أجلي لي العتب هذا لبعدين، بدي أعرف أخبارك كيف صحتك. كان الحكيم بده يقطع لي رجلي بس أنا ما رضيت، أنا هيك وهيك بدي موت، بس ما حبيت روح على القبر إلا بكامل جسمي، بس ما حبيت موت قبل ما أشوفك. كل هالسنين اللي ما شفتك فيها كنت خايفة تكون متت ونعيم مخبي عني الحقيقة. خلاص ماما، أنت تعبتي ومهران كمان تعبان. يمكن مهران جوعان هلا، روح حطي الغداء وتغدي انت وياه. حاضر ماما حاضر. مهرا قرب خليني اشوفك منيح. تغيرت، تغيرت وكبرت كتير يا مهرا. الحياة بالضيعة بتأهرم الإنسان قبل أوانه يا أمي. أنا بدي إياك تتجوز ويصير عندك أولاد قبل ما أموت، مشان يمشي دمنا بعروق أولادك ويحملوا اسم الأشعب. نعيمة ما تجوزت وما حبت تتركني، بس أنت لازم تدور على بنت تليق فيك. أكيد يا مهران. قوم روح تغدى مع اختك. ارتاحي امي. قوم روح تغدى مع اختك، عدو سوا. شو عم بيقول الحكيم عن حالة أمك؟ عم بيقول هالمرض ما بيموت بسرعة بس بعذب كتير. ليش كان بده يقطع رجليها؟ عشان ما ينتشر المرض لمطرح تاني. يعني الأفضل لو ينطعوا. ماله متأكد. على كل حال أمك ما موافقة. أنت ليش ما مغيرة شيء بالبيت؟ سألتك ما تجاوبيني. ليش ما مغيرة شيء؟ أنا عم ببعت مصاري بتكفي وتزيد لما لا. شان شو بدي غير؟ شان شو؟ عشان تعيشوا، عشان نخلص من الفقر قدام الناس، يرجع اسم العيلة وهيبة العيلة. المهم كالشي أنا مالي فاضل العواطف والكلام الفاضي، عندي شغل وبدي أجيب مصاري.
وشي لازم تفهمي انت قبل امك. واضح انه انتو التنتين متفقين علي. واضح. ما لنا متفقين، بس الواضح انه انت ما بدك تسمع. انا بدي انسى ايام القهر، بدي انسى شباب الفقير والاب الغايب والام المرضانه والاخت اللي من يوم ولدت لهلا لا حبتني ولا حبيتك فيي. انا بدي اتدرب على نسيان الماضي كله بكل ناسه. ساكل شي يا مهران، بس اوعك تنسى امك. انت بتعرف فضايلها عليك قديش. هلا صار الوقت لتوقف جنبها وتخفف عنا. شو لزوم الحكي هلا؟ ده كان يقعد بالبيت مثل النسوان اندبو وتحسر. امي مثل ما لامك، وانت ما بتزيدي شيء عني بمحبتها ابدا. انت هالشيء ولا فهمتي انت بكيفك. شو الشي اللي فيني اعمله لحتى اخفف عنها؟ فيك تحقق الحلم اللي طول عمرها تحلم فيه، تتجوز وتجيب لها ولد يحمل اسمك. بهيرة ما عم تفارقني، لساتها عايشة جواتي. حاول تنساها يا مهران. الله يرحمه، بس امك لساها عايشة. شو أخبار الخيل؟ أيا نالا سايس. وشو من شان الحنطة؟ بكرة حيبلش الشغل فيها يا ست. مهران بيك أكد على الفلاحين إنه يشتغلوا بأرزاق المرحوم وكأنه عايش، وهو حيشرف على الشغل بنفسه. طيب إذا بتواجهكم أي مشكلة ابقوا خبروني. بأمرك يا ست.
اهلا وسهلا. شو اخبارك نوال؟ عم اقبل يوم ورا يوم، ما في حدا بجنبي لاحكي له، وما في شي ناطرته. هي عيشه هي. بس انت هلا ما ناقصك شي، المفروض تكوني مبسوطه، ما هيك؟ الشي اللي عندي لا سعيت له ولا دورت عليه. انا لما كنت بالبيت القديم كنت مبسوطه اكثر من هلا بمليون مره. الوحده عم تخنقني يا مهران، عم تقتلني. هي اوهامك يا نوال، اوهام. انت عندك كل شيء لحتى تكوني مبسوطه. لا يا مهران، المرة شو بدها بحياتها غير رجال؟ لما تنام تفكر فيه، ولما تفيق تفكر فيه، تعرف انه هذا الرجال هو اللي عم يحلم فيها. طيب نوال، هلا الوقت تأخر، خلينا وصلك. هاي النار بدك تتركها شعلي؟ تنطفي لوحدها. هات الخيل يا ابني. العافية. الله يعافيك. زرت من البيت، قلت لحالي بطلع مشوار، ما لقيت مكان رحله إلا هون. طيب انتظريني بالبيت جوا، ضيق وبلحقك. لا خلينا هون، بعدين انت عندك شغل لازم تخلصه. لا انا شغلي خلص تقريبا، باين علي شوي، سبقيني هلا بالحيك. صدقني انا كتير مبسوطة هون، بعدين هون في فرن شاعل، حسيت حالي متضايقة برمي حالي فيه. ليش هيك عم تطلع فيني؟ لحتى اشوفك منيح. بعدين لحتى اعرف شو اللي شاغل بالك. متأكد انك حابب تعرف شو اللي شاغل بالي؟ يا ريت. سمعيني الجواب. انت يا مهران اللي شاغل بالي، ما سألتني ليش. انا ما بعرف شو اللي بزهنك. منين بدك تعرف وانت عمرك ما سألتني؟ انت بتحبني بس خايف. واجه حالك، أنا وياك من زمان حسينا ببعض. ليش عم تهرب من شي مبين مثل عين الشمس؟ نوال ما في شي من هاد.
عم تكذب بلسانك بس عيونك عم يفضحوك. لا تنسي انك كنت بيوم من الايام حبيبة اعز الناس لي وزوجته. لا انا عمري ما كنت زوجة حدا، انا كنت زوجة صفوت ليوم واحد بس وعلى الورق. انت بتعرف هذا الشيء منيح. صفوت مات، انا حبيتك اكثر من نعمان. انت نسيتني اياه وهو حي، ويمكن كل شيء صار لانه نحن لبعض من الاول. طلع بعيوني، طلع وجاوبني. اذا بتحبني قول، اذا ما بعني لك شيء كمان قول. تعزت نفسك عم تخليك تحبه وانت ساكت، عم تتعذب وانت ساكت، ما عندك الجرأة لتقول اللي حاسس فيه وتطلعه من جواتك. انا خايف من حبك يا نوال، خايف من اللي مخبى ورا هيك حب. نتجوز؟ انا ما عرفت حالي الا بحبك. انا انتظرتك كتير. لا تجاوبني هلا، بس لا تتركني محتارة بأمري وقت طويل. لأنك أنت عذبت حالك وجيت لعندي تحت المطر. Thank you.
عزيزي يا عزيزي، لا تديري بشكل حمدي، بس بدي اقول لك كلمتين اسمعيهم مني منيح. اذا ضل كل عمري بالخلفه وما بيجيني منك ولاد، محبتي لك ما رح تتغير، وما رح اعمل مثل بقيه الناس واتجوز عليك. هذا قضاء الله يا عزيزي، قضاء الله، ولازم نقبل فيه ونصبر بعضنا ونحط الحزم بالجرن. عزيزي عزيزي، والله بحبك يا عزيزي، والله بحبك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة.